قمع واعتقال وتعذيب واسكات كل صوت معارض، هذا هو حال حقوق الانسان بتركيا في عهد اردوغان الذي منحته محاوله الانقلاب المزعومه على نظامه في 2016 الفرصه لتصفيه معارضيه واخراس اصوات منتقديه، وبحسب العديد من التقارير الدوليه فان اوضاع حقوق الانسان في تركيا تآكلت لحد التلاشي تحت الترسانه التي شرعنها من القوانين القمعيه. وفصلت السلطات عشرات الألاف من الموظفين المدنيين من عملهم اعتقلت نحو 750 الفا وتسعة وثلاثين شخصا أغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية وفات نحو 200 شخص في ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة احتلت المرتبة السادسة والعشرين على قائمة منظمة الأبواب المفتوحة الأمريكية لأكثر البلدان تعرضا لاضطهاد الأقليات في العالم التدخل في عمل السلطة القضائية وتقليص الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية استخدام وسائل التعذيب والمعاملة السيئة ضد المعتقلين بما في ذلك التهديد بالإساءة الجنسية وممارستها الاستخدام المفرط للقوة وتدمير المنازل والإرث الثقافي للأقراط في جنوب شرق تركيا 180 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام يقبعون في سجون تركيا رهن الاحتجاز دون محاكمة. احتلال المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 إلغاء تصريح ما يقرب من 682 صحفي في تركيا خلال الفترة من نوفمبر 2018 حتى مارس 2019 864 طفل دون السادسة يقبعون في السجون التركية من بينهم 149 رضيعاً هذا التدهور الحاد في ملف حقوق الانسان في تركيا بددت امال انقره بالانضمام للاتحاد الاوروبي كما انها تفضح الازدواجيه لاردوغان الذي ينسى الواقع المرير الذي يعيشه شعبه تحت حكمه الاستبدادي